بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين، حبايبي نظر عيني المتابعين، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزيد من ذكر الله والصلاة على رسول الله في هذا اليوم. طبعا اليوم يوم وطني، عسى الله يوفق المرشحين للانتخاب وكل من نصيبه وكلهم فيهم الخير وكلهم فيهم البركة، لا نزكي حدا على حد. الحمد لله رب العالمين، جينا خور فكان أهل صراحة أهل. هذا هني كسبوا خور فكان، ما قصروا، بيض الله ويهم. نعم، بيض الله ويه الموظفين الياسين، والاستقبال الحلو، استقبالهم ما قصروا بالقيمات والقهوة والكلام السنع، وودعونا بالورد. شفتوه ونحن طالعين، عطونا وردة، جزاهم الله خير. وقت كل واحد انتخب اللي يبقى، حد طلع اسمه وحد ما طلع اسمه، وبالنصيب. نعم، ونحن ندعي ان شاء الله لهم كلهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطن. نعم، وهذا الحمد لله رب العالمين. لكن حبيت اني اشكر الجماعة اللي في كسبوا وخور فكان، المسؤولين على ترحيبهم، على تنظيمهم، على تنسيقهم، حتى الحريم حتى محطين هاي الويرتشير ومحطين سيارات توصيل. بيض الله وجههم، هذا اللي عليهم، وهذه الامانه وادوها. يقول لك المغسل ما يظن بالجنه، المرشح يرشح والجاي عند رب العالمين توفيق من الله سبحانه وتعالى، انت عليك ترشح وخلاص، مع السلامه. وحد ومساكم الله بالخير والنور والسعادة، أسعد الله مساكم وطول الله أعماركم. باكر الله تبارك الله بحياتكم. عاد أنا أسلم عليكم من وين؟ من مدينتي الجميلة خور فكان. الله، هذا الشرق والشرق، الله يا الشرق. شوفوا مكان غاوي. هاي المراكب مطابجة، هاي مينا خور فكان أشهر مينا. الله يا خور فكان، الله يا خور فكان. نعم، أقرب لكم بعد أكثر وأكثر. هاي المينا، هاي من استوت المينا والأبواب والمحامل والمراكب. الله، الكرنيش، هاي الإطلالة الغاوية، هذا خروجنا من الشرق. الله، هي أخذ قصدا من الراحة بعيد عن الأزعاج. هي نعم، كله شغل كله عمل، لا في بريك ستوب. وأنا الحين في مكان ما في خور فكان، أصور أستانس لكم وأنقل لكم أشياء حلوة إن شاء الله. واليوم نحن نطالع الحياة والأوضاع، أصلى يسهل ويسر الأمر يا رب العالمين. الفندق، هذا الفندق العود، هذا الفندق الجديد اللي بنونا الحين. يا مرحبتين، إن شاء الله العصر بعد. ومساكم الله بالخير والنور والسعادة، يا مرحبتين. هالإطلالة لا أحسن من هاي الإطلالة، طالع لنا واحد سوى الدنيا ما فيها. مرحبا مرحبا مرحبا، حيا الله من يالنا، نورت يا هالطويل العمر. هذا حسنا خلاص، وقفوا هذا ما يشتغل، ما لي غيره محمد. أنا عزيز وغالي، يبالك إلا تغيير، ويايت إنك القرية العالمية، وياي انك الحين اليول، وياي انك الشغل، لابد من بريك. عمي شو قالوا الاولين؟ قالوا العمر يخلص والشغل ما يخلص. وشو قال حرية؟ قال وقف على مالك ولا عشرة من عمالك. شو داش علينا الكريم كريم ابويه، ها مخلف عليه الكرم، احمد القمزي الاعلامي المتميز، ما شاء الله. شياسة شو عندك بعد؟ اي
هذا شيء مفاجأة لك. وهذا الكركم طلباتك هذا طالبين بمبي. هذا كركم بمبي هذا الكركم العلاج انا هذا ها وهذا. لكن يا اخوي هذا ممتاز تقول لك هذا غير كركمي انا غير. هذا كركم بعد علاج هذا علاج فقط مو للطبخ ميوب من المجارح مهم. ونزل احمد شيء ما تجيب حق العرب شوف محمد هاي كمية كبيرة زين ويلا طلع لك هذا بس ما علي لكن العرب ما بنشالين عن هذا. طيب الحين انا وصيت جمعة انا ساير هند وبيب كمية ايه جايت لك القرية العالمية بنوفر ان شاء الله والعرب الدورة هذا حق العلاج. شوف فرق اللون محمد ايه نعم هذا يمكن مخلوط نشأ ولا غيره نعم وهذا الاصلي نعم شوف هو شرب من هذا انا نعم كل ليلة حليب كاس حليب ولا قطيرو روي الكركم ينظف لك الدم ينظف لك على حسب كلام الاطباء يعني نعم لا لا كلام عدل و يعني هالاصباغ اللي موجوده في الـ سبحان الله الاصباغ اللي موجوده في الكركم يعني شيء يعني هذا من الله يعني خاص نعم نعم زين ايه اسمه والخير وايد نزح احمشوها ما شاء الله هذا شيء جديد مسويينه الحين انت ساير رحله في بار ولا جالس الحين شقتك الجديد وما فيك تق الله وهذا هاي كشنه الكشنه بصل وزبيب ومكسرات وعدس تحطه مره بالذره على فوق تخلص البرياني ولا مجبوس ضريت فوق وسكرت على الجدر ولا تتعب نفسك في قلاي ولا تتعب نفسك في شيء مقلاي جاهز سوات وين هاي ها شغل بيتها اروعك مسويها نعم رحنا مسويها بطل اشوف اخوي ذوق واعطني رايك جماعه الابو مغلف بعد اي نعم تعب الفتره اللي طافت السنه اي اشوفك ترك اي شوفوا يا جماعة شوفوا القرية العالمية ايتنكم احب ينزل هذا البصل بالذرون بالعيش العيش الابيض والكازة والبيض والزبيب اي سبحان اي نعم مرة بدال ما تقلون وتعذبون اعماركم مرة هاي ذروبة العيش جاهزة والله فكرة حلوة ما شاء الله طباخ استويت محمد تعلم من عقبك لا شغله هاي بتنفع الواحد مصدقه هاي هذا شيء خاص لك انت ممتاز سويتني قالت هذا مفاجاه هاي اشوفه ممتاز في القريه باذن الله قبل القريه العالميه اني انا الوصل الله اشار الزيتون واشار ما شاء الله واشار الله يزيد خيرك الله نيسر يزيد اشار نيسر هذا موجود اشار النيسر هذا اشمن وين النيسر شوفوا واحد منهم اتشار نيسر هذا مسويتني ممتاز احمد ها كله بيكون موجود في القريه العالميه باذن الله بيكون متوفر في القريه العالميه هي الناس تدور هاي الاشياء الحلوه الناس تدور هذا الشيء اللي هي متميزه هي نعم ومن ايد واحد مواطن ومن ايد وحده هاي ممتاز عباره مربيت لنا احمد من يوم صغير هذا عشو ما شاء الله هذا اتشار عدس عيش ابيض بس شويه احمد قلت لي هذا اشار عدس شقاي ابغي هذا ماشي عيش ابيض وسمن وتدق عليه شويه اشار عدس انزبر عندك برايه بطل خلي شلون الجمهور بسم الله شوف كل مغلف ونظافه شغلك شغل 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 طالع 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 ابوه عدس مره 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 عدس داخل شوف مره يبغى العيش ابيض بس عيش ابيض يبغى وتميرات والتمر موجود طالع طالع هاي كله صوغة أحمد القمزي نعم طبيعي طبيعي ما قصرت بيض الله وجهك الله يثيق إن شاء الله أبوك وأهلك من ثمر الجنة ما شوفه الكريم كريم نعم ممتاز هذا حق القرية العالمية والله إن شاء الله يا ممتاز استوشارك ممتاز الممثلة مشهورة نعم وتستاهل مرت عليك العافية بس الشقة ما عليها كلام ابو محمد شقة ما شاء الله والمنظر شيء جميل زين قوم بنصير بعد باربك شيء ثاني يلا بنتمشى انت جايين مدينة جميلة ما بيايني يصلح نعم مدينة الابتسامة والفرحة نعم حرارة السيارة نزلت يا مصطفيني فرحان السيارة فرحة السيارة وحده فرح بيايتك نعم اسمي صوغه اسمي صوغه ابوي قلنا لكم الكرم ما يبيعونه في السوق مو النفس ما يبيعونه في السوق محبه الله سبحانه وتعالى ما تنباع في محبه الناس كل من رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعمه
واحمد القمزي من اعز اصدقائي طب والله عمره الاعلامي المتميز المجتهد والحين ما شاء الله على تريوه في القريه العالميه هناك بتشوف قال وقف على مالك ولا عشرة ها من خزانك من عمالك الحين عندنا احنا عندنا البيت والله ان خسرنا عليه لكن سوينا شوفوا ما شاء الله هذا البيت في خور فكان ها شوفوا هذا بيت خور فكان شوفوا ان حرام تقول القمزي شو رايك في ذمتك ها ما مخسرين عليه مخسرين عليه خسائر لكن شوفوا الحين عاد اعطينا منه انا عندي بيت غير بعد الحين اعطينا شوفوا شوفوا الميالس شوفوا الشيء العدل بسم الله شوفوا 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 الديكورات القمزي تعال 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 شوف 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 الديكورات شوف الديكور شوف الديكور شوف الشيء السنع يعني ما شاء الله ما صلي على محمد في ذمتك شوف 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 لكن هذا شرك ها ما في شمس من الدش ما في شمس ما شيء تقايته مولعين هاي اللي تعطى شمس ما تطلع شوف محمد شوفوا لا لا شوفوا ما شاء الله شوفوا هذا كامل الإيجار الحين شرات القصر قصر يا ابوك هذا ما شاء الله والتكييف موجود التكييف موجود لون حطب ولا والستاير من اغلى الستاير ورقاء الستاير احمد شوفوا 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 هذا الحين عاد بين اجره بين الايجار هاي صالات الاكل هي غرفته هي مال خدامه الخدامه بس شوف الصق كيف هي الصق واتر بروف كيف الضحى لا من تحت شوف اللي ما في ديكور باين يلا شوفوا ما شاء الله شوفوا طهله هذا بيت المر شوفوا شوف المغاسل هي بيت ما شاء الله هذا وين في مدينه الجميل هو فكان صراحة هو زعل هو عارف انه هو شوفوا احمد وها قراج قراج توقف السيارة فيها القمزي اليوم في زيارتنا دش داخل طالع الدنيا شفت شوف هو الباب ووسط الفريج في فريج ما عقبه فريج لكني عاد شوف عطنا ابو هزاع باجره بيت بيت يعني مت اي كلام نعم شوف شوف المطبخ شوف كل شيء ما يحتاج يوس حتى المطبخ عود ما شاء الله ماشي اقول لك ما في شيء هنا نازل فلاتر والدنيا نعم 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 لو حتى كم احنا اعطينا هذا ابو هزاع وباجره بس يبار الصيانه واللي عندكم عيال وعندكم تبون الحوي ابوه حوي ملعب 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 ها شو رايك بالحوي يا ابو ها العب كوره عندك عزيمه عندك ملكه عندك خطبه فالاشتباع هي الناس تدور من هي نعم شو فايد الشقيق الشقة عافانا الله ما تشوف قطو ولا تشوف كلب ولا تشوف ديك ولا تسمع شيء مصقوك عليك صكة لكن ها بيت مفتوح الله المستعان شوفه طالع ديكوراته طالع دنياته هي نعم في الفريج مرة في الفريج لا ما وهزاع صاحب شركة محمد البرج العقارات البرج العقارات وهو راعي ما شاء الله واقف على شغله وياي بالمقاول وياه نعم. ابغى اسمعني ابغيك تطلع البيت احلى ما يكون ورده والمستاجر لما يجلس يشوف هذا الحوش يستانس الله شوف طالع طالع في ذمه شوفوا نعم نعم. شوفوا شوفوا الحوش حلو الحوش ولا وياي الشتاء والبيت ما شاء الله حتى معالج الماي نعم. طبعا هذا بيتنا وعندي ورا بيت بعد بعد شوفوا بعد سووا اثنين ما في لو افتح ابو الدوق لا في مفاتيح اكسروه عادي وبيتينهم هذا بيت والبيت الثاني عجروهم نعم شو حقه يا ياسمين في غرفه داخل ما تتفطر اكسروها
اي شيء بطل مره والمنطقه والفريج. هاي سيارتي المبروكه، وهذا بيت ناصر عبد الله ناصر، وهذاك بيت ابراهيم الميل، وهذا بيت عبد الله محمد قاسم، وهذاك بيت علي الشوكه، وهذاك بيت زايد رحمه الله على خزنه، وهذا بيت عدنان حمد، وهذا بيت الشيخ يوسف الحمادي، وهذا بيت حمد رحمه الله على حمد، نعم، وهذا بيت عمي احمد نور، وفريج ومنطقه وبيت غاوي ومكان ما عليه كلامه. تبون بالبقاله عدالكم، والبيت الخاه، وهذا استاذ احمد القمزي ما شاء الله عليه. نعم نعم فيكم كلكم. يلا هذا كل هذا البيت طبعا من ابتدي من هذاك بدايته. هذا بيتي ابكم الصبغون وتاجرون كل ابو اجره. اي نعم نعم شريتن وسبحان الله، وعقب غيرت راي عيالي في الشارج يوم بيون الا يوم يومين خل اجرن ايش حق بعد اعور راسي. نعم كم بنيت وكم سويت الغرفه كان ايش ارنهم من زمان وعدريت. انا شو قال طالع من برا سنجيني في غرفه كان غير مدو كوثه ها رقم واحد على لا لا هذا استاذ احمد البنسي في احد المقاهي الشعبيه في مدينتي الجميله خرف كان. يعني مقهى جميله ما اروح اصور بعد تسوي مشاكل ها اي بعد يدورون ها هي صورتونا احسن طنشت عش عدنان حمد يستاهل يستاهل مبروك فاز عدنان حمد بالبركة عليه يستاهل يستاهل أحب أبوك بسيارة. وهذا بيت عدنان حمد ناموس يا أبو محمد ناموس وهذا بيت عدنان حمد ناموس يا أبو محمد ناموس غصب ناموس يا أبو محمد حمد وهاي العالم المحتشد وهاي الناس اللي واشده شوفوا أهم شيء فرحتنا الفرحه عامره محمد اهلا بالبركه ان شاء الله مبروكين مبروكين مبروكين. هذا عدنان حمد داخل وهذا الحمادي والعائله والقبيله كلها مستانسه ومرتاحه ويستاهل ابو عبد الله. اها محمد البركه هلا بالبركه 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 مبروك يا عدنان. قم 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 على الشارع المهمين ما شاء الله ضج العالم على مرحبا على عدنان ألف هلا حبيب محمد حبيبي طبعا هلا 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 شوف 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 الناس شوف هلا محمد هلا حبيبي هيثم الحمادي اذا ابو حمد ما يروح المجلس من يروح المجلس وكلامك في مكانه. يا هلا يا مرحبا هلا ابو مصعب هذا ابو مصعب هاي الفرحه ما بعدها فرحه واكبر فرحه يا ابو مصعب. اي نعم هلا 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 شوف الفرحه شوف الناس شوف العالم يستاهل يستاهل خير يمثل المنطقة الثقافة الدراسة عدنان حمد مو يعني واحد عادي فنحن كلنا آزرنا يستاهل يستاهل هذا عدنان هذا البرنامج طالعوا
شوي عمي. هذا عدنان حمد يستاهل. يستاهل يا عدنان. أدرجت قلوبنا بهذا الروح. هذا درويش. مدروس البيت الشباب ما قصروا حبيبي من هذا الديلمو الحفل هذا ديلمو الانتخابات هذا ما قصر حبيبي ما احمد القمزي يشاركنا في الحفل حيا الله القمزي يستاهلون نجوم خور بكان يستاهلون لحظه ودائما الفضل لله سبحانه وفضل ايضا كبير لكل اهلي واحبابي وعزوتي من الزباره والولية وخور فكان بمختلف مناطقها وشيس والنحوة واخواني في كلبة ودب الحصن والشارجة والحمرية والذيل كلهم لهم مني كل الشكر والتقدير واخص بالذكر هذه الوقفة الطيبة والله لولاكم لما تجدد العهد والفوز في هذه الانتخابات اللي تعتبر من اقوى واصعب الانتخابات في حياتي تستاهل تستاهل للوطن وتهنئة وكل الشكر لكل اخواننا المواطنين اللي نزلوا اسماءهم في القائمة الانتخابية ودائما اذكركم اني عمري ما طلبت بالصوت لنفسي دائما اقولكم صوتوا للوطن لان الوطن هو الاهم وهذه ارادة شعب وهذه إرادة شعب في تعزيز الجانب الديمقراطي الحمد لله ترسخت الثقافة الانتخابية إن شاء الله في دولتنا الفتية وهذا حقيقة بفضل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وكل من أشرف على هذه الانتخابات شكراً للتصويت الهجين بالفعل كان صعب كان في قلق كان في أعصاب كان في ضغط ما كانت هناك مؤشرات لكن في النهاية ولله الحمد نجاح العملية الانتخابية هذا نجاح للوطن مثل ما قلنا هناك صوت للوطن هذا نجاح للوطن الكلمة الأخيرة أدين بالفضل لله سبحانه وتعالى ودين بالفضل الكبير لكم أهلي وعزوتي وأحبابي في كل مكان في كل شهر هذه الفرحة اللي أنا أعتبرها فرحة غرفة كان الحمد لله هذه الانتخابات بالفعل لمت النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية وبالفعل كان هناك تعاطف وكان هناك شغف وكان هناك انتماء من كل نسيج المجتمع في غرفة كان وهذه صراحة كنا نبحث عنها ولله الحمد وصلنا بفضل هذه الانتخابات لهذه النقطة أنا أستميحكم عذرا مثل ما استأذنكم أيضا في الندوة الانتخابية أن نرفع أيدينا بالدعاء شكرا أولا لهذه الأصوات وشكرا لهذا الفوز ونرفع أيدينا بالدعاء لأخوكم ولد خالي عادل مظفر اللي يعطي العناية المركزة ادعوا له بالشفاء وأن الله يلبسه ثوب الصحة والعافية والله يلبسكم ثوب الصحة والعافية أنتم وأهلكم وعيالكم وكلمة شكر حقيقة ما أنساها في هذا الاحتفال لكل من ذهب للتصوير وأخص بالذكر كبار السن
وأخص بالذكر بعض الحالات الخاصة، وأخص بالذكر لمن رفع يده بالدعاء. مشكورين، وهذا فضل. أنا أقول لكم يا أمام الملأ، فرقتي طول العمر. يستاهل البركة، فرحان اخوه فرحان، مستانسين فرحانين، يستاهل. ولاد الفرصة اني اهني ابارك الى الشيخ طول العمر سعيد بن سرور الشرقي على فوزه في الانتخابات. بالبركة يا طويل العمر، الله يبارك فيك وفي الأسرة الكريمة وفي إخوانك وفي ربعك، وتستاهل الناموس الشيخ سعيد طول الله عمرك من فور فكان. الكل في فور فكان يهنيك ويبارك لك يا شيخ سعيد بفوزك. ألف 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 مبروك، طول الله عمرك، وسلم لي على أخوانك وعلى عزوتي. مشكورين كل من وقف وراء هذا الرجل الطيب العزيز الغالي. وهذا عبد العزيز أبو هندي، عبد العزيز أبو هندي يهني ويبارك. الدكتور البيري لا وعقب 4 سنين بعد ان شاء الله. لا 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 توبه عبد العزيز ابو هندي. قلنا خلاص، قلنا خلاص. مبروك مبروك ابو حمد، حقيقه قدها وبنود، نجح بامتياز. انا رشحناك والحمد لله ما خاب الامل. رشحنا الشيخ سعيد الشارجي والحمد لله ما خاب الامل. يستاهلون، كلكم تستاهلون. نعم انت بركه، انت بركه، تستاهلون تستاهلون، انت البركه. ما الله يبارك في حياتك. انا هني ونبارك للشيخ سعيد بن سرور الشرقي، يطلع الاول الاول ما شاء الله على المجموعه، على الدوله 8000 صوت. من شو هذا 8000؟ من الطيب والاخلاق والمحبه. اذا حب الله العبد سخر للناس، سخر للناس، فالله سبحانه وتعالى سخر الى هذا الشيخ الطيب الخلوق الكريم ان ياتي بهذه النسبه. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله، ولخدمه البلاد والعباد وهم اهلها. مبروكين مبروكين مبروك الجميع، كل اللي فاز، اللي فاز مبروك، واللي ما فاز بعد مبروك، بعد مبروك. شاركوا وحظا اوفر ان شاء الله، وهاي سنه الله في خلقه. نعم لا يفوتنا الفرصه في هذا اليوم السعيد. يعني تقول كاس العالم، يا سيم العصر على ضوء، منو بيطلع منو بيموت، لكن كل واحد له ميول، كل واحد له قلب، والقلب ما يعشق. نحن الحمد لله رب العالمين. انا كان الشيخ سعيد وعدنان حمد اللي هم حبيب قلبي، الحمد لله اكتملت الفرحه وبرقد انا ومرتاح. هلا حبيبي، وصل بيت الشيخ سعيد الشربي، لكنها عالم، الشوارع مسكرة في الفجيرة. هلا عمي الفجيرة مسكرة الشوارع والعالم، انتم تجمهرة. شوف هلا عمي، هلا ناموس، تستاهل. نعم تستاهل، حبتك العافية. شوف العالم، شوف التجمهر، يوه الحمد لله، يستاهل. رجال طيب، شوف العالم، شوف الناس، شوف المهنين. هلا حبيبي، العالم كبروا هنا ابوي. هلا عمي، هلا عمي، كبروا هنا. شوفوا شوفوا العالم، التجمهر، شو تجمهر، شو عالم، ما شاء الله التجمهر هذا. بالبركه، يستاهلون يستاهلون. مرحبا 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 مرحبا، العود الصغير يا هلا. بالبركه ان شاء الله عليكم، بالبركه ان شاء الله. تستاهلون الناموس، تستاهلون الناموس. شوف ما شاء الله، شوف العالم عند الشيخ خلق الله أما خلق. يا ربي يا هي عالم، يا هي أهلا وسهلا، يا هي أم، يا هي أم طلال. الله يبارك
تستاهل مباركة. الله يبارك فيك. تستاهلون الناموس. هذا الرجال الطيب. مرحبا 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 ابوي. هلا بالغالي. هلا الغالي. هلا والله بالبركة عليكم. بالبركة عليكم. بالبركة عليكم. بالبركة. تستاهلون الناموس بالبركة إن شاء الله. بالبركة بالبركة بالبركة. شوف العالم طلعنا. هلا 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 وغلا هلا وغلا بالبركة عليكم تستاهلون الناموس يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا ما شاء الله ما شاء الله الصلاة على النبي محمد مرحبا تستاهلون بالبركة يا محرس الحفل هلا 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 هذا صاحب محرس الحفل هذا محرس الحفل خلوا على راحتك يستاهل يستاهل بالبركه يستاهل يستاهل شوفوا التجمهر شوفوا قصرت يا ابو خالد يستاهل 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 قصرت يا محمد قصرت يستاهل صاحب الحفل شوفوا ما شاء الله كم بصور انا وين بصور انا يستاهل يستاهل محمد قصرت يستاهل يستاهل محمد قصرت يا محمد يا شيخ البركة حبيبي ما بوسع ليش انا رتب انتم ضيعون اقول لك انت هناك البركة انت تاج راسنا اذا الله عمرك ان شاء الله ما شاء الله والصلاه ما قصر يا محمد 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 يستاهل يستاهل الخير وهذا هاي هاي المساهمه هذا يا هلا يا محمد خير تقابل هنا ما شاء الله محمد بالعكس يستاهل 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 ما قصر على بالعكس بالعكس فرحانين مبروكين يستاهل الشيخ سعيد الاول بالدوله هذا من عشان نشوف الفرحه الاول بالدوله الاول يستاهل يستاهل سعيد حبيبي بالبركة عليك والشعب فرحان فيك الله يحميك من صغيرهم لكبيرهم تاج على راسي الله يطول في عمارهم وكثر خيرهم هم عزوة وسند لسعيد بن حسين بالبركة عليكم ما شيء يستاهل كل خير هذا الحن بالحي القصر عنده وهنيه هذا الحرية مبارك له مبارك له يستاهل ناموس هيا هيا هذا الجمهور ما شاء الله قادم نصور هلا ابوي اطلعكم ان شاء الله هذا الصغاري مستانسين مستانسين وفرحانين العود والصغير كله بالبركه ان شاء الله عليكم تستاهلون صور ان شاء الله كم بتصور هالفرحه العود منور ابو محمد مستاهل مباركه فيكم بالبركه ان شاء الله حبايب بالبركه بالبركه ان شاء الله مبروكين مبروكين تستاهلون 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 ولو
الان هذا هذا وطالع الساعه المباركه. عبد العزيز شيء صار بوكس باكر ولا ما شيء؟ هذا اخونا مستانس احمد محمد. كيف الحال؟ هلا والله هلا والله هلا الورد بالبركه. والله شوفتكم كم تسوى بالبركه. احنا فايزين يوم شفناكم فايزين قبل الفوز. الله يطول عمرك. اي والله بالبركه عليكم تستاهلوا. يعطيك الصحه والعافيه. أول أعمالكم بعافيكم إن شاء الله. شوف العرب شوف الناس الله يطلع.